أما أنتم يا طواغيت مصر ويا أعداء الله، أبشروا، أعدكم وعدا صادقا صدوقا لا رجعت فيه، أننا سنقلب ليلكم نهارا، وسنسبي نساءكم ونحرق الديارة، وسنجري دماءكم في النيل أنهارا. الأسلوب اللي تمت بيه العملية يا فندم، المواد المستخدمة في العملية كلها جديدة علينا خالص. كمان لو ركزنا في الفيديو ده هلاقي إن كفه الشمال فيه صباع مبتور، وطول الشخص نفسه وبصمة عينيه هي نفس المواصفات اللي عندنا عن مروان. السلاح جيناكم وبالمفخخات حتى نرفع راية النصر فوق رؤوسكم. احنا فندم عرفنا ان مروان اتولد ودرس في بلجيكا، وبعد كده سافر على افغانستان، وهناك انضم لاكثر من جماعه تكفيريه وارهابيه حوالين العالم، منها المجموعه اللي نفذت تفجيرات مترو لندن سنه 2005. هو دلوقتي انفصل واشتغل لوحده لحسابه الشخصي، وده خلاه اكثر خطوره واصعب في التعاقب. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. طلعت الجزم فوق ابراهيم. الله الله والله زمان ابو العز، زمان الداخلية مقلوبة دلوقتي. هما لسه شافوا حاجة؟ كفاية كرتون بقى، خنقتني. انا داخل استحمى ونازل بعد 10 دقايق، لو ما خلصتش اكلك هسيبك لوحدك زي الكلب. انت حر بقى. معقوله ما خلصتش لحد دلوقتي؟ ايه يا ليو، انا عندي شغل، مش فاضي اللعب العيال ده. ما اكلتش ليه لحد دلوقتي؟ ما اكلتش ليه؟ ما هو ماله الاكل اهو اهو، ماله ماله؟ لا ما اقول لك ايه، مش عايز مح، مش هتكبر كده. تعبط بقى. اتفضل. لما انت مش ناوي تتنيل تتجوز، ساحل نوع معاك ليه في الليله بتاعتك دي؟ فاكر نوع بتعمل ده عشاني؟ نوع قلقان عليك مني، خايفه. بعدين هو انا حمار عشان اتجوز تاني؟ الجواز ده للناس اللي زيك. زي ازاي يا وسخ؟ خلاص يا عم، ما تاخدهاش على صدرك قوي. الناس المحترمين اللي زيك اللي هو هتعيش حاضر، الواد بيسهل حاضر، تفضل بقى تقول حاضر حاضر لحد لما تبقى مطاطي شبه كده. مطاطي ايه يا واطي؟ ده واطي يا ده، انت البنت اتجوزتك شهرين. ثلاثة سابت لك البلد وطفشت يا اخويا. عارف لو الكذب بتاعك ده نطق ينطق بس، كان زمانه سبلك من زمان. يلا، هو في حد في البلد يستحملك ولا يعرفك غيري؟ ماشي يا عم ماشي، حضرنا محمد بيه. معلش يا حبيب قلبي، ايه رايك في الجواز؟ جواز تخترع بس يا عم، انت راغب روان، اتحرج بسببك اهو. ليه كنتوا الاثنين فاشلين زي بعض؟ سلام يا اخويا منك ليه. مع السلامه. بقول لك ايه؟ ما تنساش البطيخه وانت مروح. فكره برضه. لا قول حاضر. حاضر يا اخويا حاضر. ايه العيال دي يا محمد بيه؟ قلم تلنكات والله يا بيه. صباح الفل، انت بايت ولا يا عم؟ ربنا معاك، عايز حاجه؟ سيب باشا، الواد ده يا باشا انت سمعت عنه حاجه ولا مذاكره كويس؟ ماله اخلص. اصل يا باشا شفت له فيديوهات، والواد بصراحه ايده طرش قوي، بس نفسه قصير يا باشا، فممكن سيادتك تستنى لما نفسه يقطع وتروح جاي لبه على طول. وانا لسه هستنى لما نفسه يقطع. اتفرج عامل لك في ايه. اركب. اركب.
انت زي ما قلتليش ان هو جاي كده هيقعد يفتكر ان انا بتلزق فيه وبجري وراه، عشان لو قلتلك ما كنتش هتيجي، وانتوا كده كده كنتوا هتتقابلوا يا سلمى، يعني مش مشكله. ماشي، بس انا بقولك اهو لو اتريق عليا مره كمان والله ما هسيبه، هديله على دماغه. اهو كده بقى ما هيصدق، ما تفضيله خالص يا سلمى، هيزهق وهيسيبك في حالك. طب هاتي الملح. فين باركس يا نهى؟ اهو على الشمال. يا عيني يا سلمى، انا مش عارفه ازاي تبقى صاحبتك ويجي لها قلب اصلا تفكر تجوزك واحد زي سيف ده. يا بنتي ده مختله عقليا اهو، شفتي؟ طب والله لاقين على بعض. يعني انا مختله عقليا؟ لا مش قصدي، بس يا سلمى انت عشان مش عارفاه كويس. هو بيهزر كتير وساعات هزاره بيبقى تقيل شويه، بس والله قلبه ابيض وبيحبش يزعل حد. يعني بعد كل اللي هو عمله ده وبرده بيحبش يزعل حد؟ هو عمل ايه؟ صاحبتك اللذيذه قررت يوم من الايام تظبطنا مع بعض. قلت معايا ابتديت اتكلم معاك وتفكر ان هو بني ادم بجد في حياتي وشغلي كل الكلام ده، مسكني تريقه من فوق لتحت عن ان انا لايف كوتش، وقال ايه بتمرني في نادي ايه وفاكره نفسك حسن شحاته؟ طب ما تيجي تمرني لي ليو حاجه، يعني في قمه السخافه. عادي يعني، هو ده سيف. وايه كمان راح واخد بقى كل كلامه ده كمان في سكه اباحه، قفلني منه بشكل. بصي بصي بذمتك ده منظر واحد لاقي عليا. تعال يلا روح كل، يلا جو. ايه يا ابني انت وهو المجله دي؟ بس عيب قوي اللي انت عملته. تخرج يا راجل بالطريقه دي هانت عليك العشره. ده انا بصراحه يعني مش عايز اتكلم لانه في بيتي، بس لا لا عيب بصراحه. اتغير يا عمرو، اتغير والله. ساعه لما راح الجهاز هو متغير. انت هتستلمني يا اخويا انت وهو؟ هو اللي سبتكم خرجت ولا سبتكم خرجت في الشارع؟ يعني خرجت من جروب ابيح مليان صور نسواني عريانه و... كلاب اوضاع غريبه، يعني حاجه في قله الادب. واد ادهم كبر وبقى غلس، كل شويه يمسك الموبايل وقعد يقول لي ايه ده ومش ايه ده. ادهم برضه انت بتخاف من سماح؟ وايه دخل سماح؟ يعني مش عارف قله ادبكم وسفرتكم يعني؟ لا انت بتخاف من سماح. طب انا بخاف من سماح. ايوه ليه بقى بتخاف من سماح؟ بقول لك ايه ما تعصبنيش بدل ما اخش اطلقها. ما يلا يا محمد. ايوه يا ماما. نخش اكل. كل يا قلب ماما. سبع. طب احنا ايه؟ يلا يلا قبل ما اخلص الاكل يلا. استنى بس قبل ما انسى، الاخير كمان كلمني عايز يودينا غرفه عمليات القطع وانا قلت له لا. قلت له لا؟ قلت له لا ليه؟ الله انت بتقرر لي يا سيف. مش عايز تروح انت يا اخي ما تروحش، اروح انا. تروح انت تعمل ايه؟ تقعد على مكتب؟ ما كنت اشتغلت مع حماك احسن واديك شايف العز. هتقرر انت كمان. احنا من بيرنا بقى كفايه كده، الواد كبر عايز اربيه. بس شويه ايه ده؟ الله الله الله، ايه الحلويات دي؟ تسلم ايدك. انت ما قابلت سلمى قبل كده؟ لا والله اول مره. يا راجل انت ما تعرفش بتشتغل ايه؟ صاحبة مال انتيم تبقى دكتور الاسنان زيها يعني؟ لا ده انت ظابط مباحث عقر، ما بتهزرش. لا سلمى بتشتغل لايف كوتش. لايف جاكيت بتشتغليها زي ايه لايف جاكيت؟ جاكيت ايه؟ انت رايح المسطحات؟ انت كده بتهزر. والله ابدا انا مفهمه. لا هو مش بيهزر، هو فعلا مش فاهم. والله يعني اسكت يا عم، انا مش قصدي والله. لايف ايه ده؟ لايف كوتش هو شخص انت بتروح عشان تتكلم معاه على حياتك وطموحاتك ومشاكلك، زي الدكتور النفساني بس في اختلافات شويه. احنا بنساعد الناس ان هي تتعرف على نفسها اكتر، تطلع بره الكومفورت زون بتاعها، تواجه اي صعوبات في حياتها، خصوصا في الاوضاع اللي احنا بنواجهها الايام دي. فهمت طبعا. ها اوضاع يعني زي هبه قطب كده. هو انت مش قلت لي ان عندك مشاكل في النوم؟ الا بقى النوم ده انا ما بنامش خالص. الله رايك والله. انت تعرف عشان اعرف انام لازم اخد حبايه ادويه. طبعا ما هو الجواز كده بيعمل فكره. طبعا طبعا عليسه بقى على فكره كل الناس بقت محتاجه لايف كوتش اليومين دول، اولهم انت يا سيف. انا لا سيف مش محتاج لايف كوتش، سيف محتاج جلسه كهرباء. طب هون عليكي وانا عندي واقف في عينيا كده تكهربيني. تسلم ايد اللي ضربك. لا ما ده مش ضرب، ده تحرش. بس بقى اتلم. الله ما هي اللي بتقول عايزه تهربني. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ابو العز. ايوه يا ابو السلم. تليفون يا ابو العز، تليفون. يلا يلا صابر باشا، صاحبنا بيعمل مكالمه اهو.
الحم الحته دي واستناني. وريني يا سيدي. حسام معالك. حاول المكالمة. تمام يلا بسرعة. هلين ابو جعفر. الله يساعدك، شلونك قلبي؟ بخير الله يسلمك، بشرني عنك. يابا اقول لك ابو العروسة يسأل جهزتوا العرس لو لا؟ لو كل شيء ما سويته بعدكم. هينا قاعدين بنحضر بالعرس. بس صراحة ما حددناش موعد، بس ان شاء الله عن قريب. وانت اكيد راح تكون اول المعازيم. زين اقول لك لسه شوية. احنا محضرين ان شاء الله 600,000 على هذا. انت بقى يا ابو نصار ما انت. معقول. مهر الصغيرة 500,000 دولار والكبيرة بس 600,000 دولار. تمام يا فندم. هيا مدحت. تمام سعد، حددنا المكان. حلو يا معلم. ايه معتمد يعمل استطلاع وطريقة على المكتب؟ انت الموضوع كله قدامي. حاضر على طول يا ملك سيادة الفندم. محيبين. حاضر حاضر، اتفضل معلي. نعم. لو وصلنا مكان الخلية. يلا حبيبي شدوا الهمة وانا ما ناسيكم ان شاء الله. الله معك. شكلهم ناويين على عملية كبيرة قوي خلال يومين أو ثلاثة بالكتير، يعني لازم نحط خطة ونقتحم بكرة أو بعده. أيوة بس هنلحق نجمع معلومات؟ إن شاء الله ما عليك. أنا بعت مادية من الاستطلاع، يعني إن شاء الله خلال ساعتين أو ثلاثة بالكتير هيكون عندنا المعلومات الكافية. أنتوا عندكم إيه النهاردة؟ يا حبيبتي أنا قاعد في البيت بتفرج على التلفزيون أنا وليو. شغل إيه الساعة 2؟ وفي حرامية الساعة 2؟ زمانهم ناموا. لما تكلميه هو على التليفون. ما هو سايب تليفونه هنا. سايب تليفونه. سيف ما تهزرش، بطل بقى، قولي وراكوا ايه النهاردة. ما بهزرش والله. يلا يعني اقولك ايه، بس واحد نازل من بيته في فصاص الليالي هيكون نازل يعمل ايه يعني؟ راح يجيب عيش فينه؟ ما يا اما بيخونك يا اما متجوز عليك. بطل هزار يا سيف بقى. ماشي يا نوح، ماشي يا نوح، خلاص خلاص اهو معاك اهو، اتصرفي معايا بقى. ثانية واحدة بس بينشف ظهره. ايه عشوائي. يلا اب اب. ايه يا نوح. جو اب. جود بوي جود بوي. ايه الفكره طيب يا نوها ان انا اصحيكي او اسيبك نايمه؟ هتفرق؟ اقعد يا ابني ترزع بقى يا عم، مش شاطر على نوها. ما فعلا انا نسيته، ما مش عارف بقى اعمل ايه. طيب يا رب نروح الشغل النهارده. اقفل بابك بس اهو. اتفضل. قال هو ده اللي معطلك. هات بقى. محمد رسول الله. مع السلامه. مع السلامه. معلش يا نوها عشان البنات بس بردت شويه. يلا باي. بقولك يا زوز. ايه عملت ايه في موضوع الخطوبه؟ والله البنت عايزين احلى الشنب. احلى الشنب؟ شكلك يا ولد في كف يا زوز والشنب في كف. مضايقكوا في ايه الشنب؟ عايز افهم انا. خلي الشنب ما تشيلوش. الراجل بيخش يصدر اقتحامي، يثبت الناس بالشنب، يخوفهم، نخش احنا نلم وراه ونروح بسرعه. يا عم سيف انا قدر الله وجرروا حاجه يبقى احلى البنت وباب النوم بالشنب ده. انا كده كده احلاه له بالليل. والله لو بتعرف حلاوتك يا زوز. معلومات الأمن الوطني بتأكد إن في عناصر تكفيرية موجودين في المكان ده. عددهم ما يزيدش عن 10-12 فرد. لكن العيال دي مدربين كويس، بيعرفوا يستخدموا السلاح كويس قوي. عندنا معلومات شبه مؤكدة إن المكان متخزن فيه كميات كبيرة جدا من المتفجرات تم إعدادها لتنفيذ عمليات داخل البلد. لا يا باشا بعد إذن عليك، أنا بأكد للبهوات إن في كمية كبيرة جدا فعلا من المفرقعات، وفي احتمالية كمان إن المكان يكون متشرج بعبوة أو اتنين. دلوقتي هنشرح تفصيليا المكان اللي احنا هنقتحمه عشان نبقى عارفين خط سيرنا هيبقى ماشي ازاي. جماعه كف للشمال دور. عايز بقى رجال واقف ساف. اتفضلوا رجال خطوا على شباب. مساء الفل رجال. مساء الخير يا رجاله. جاهزين ولا ايه؟ جاهزين. ثابت ماموريه جاهزه يا فندم. توفيق يا رجاله ان شاء الله. ركب ماموريه سيف. خش خش بتاعي لي بس عشان خاطر المهم شكلها صعب. لا 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 حاتم
مظبوط. اتأخرنا ما اتأخرناش، الغدا كده كده إن شاء الله بكرة عليك. يا عم ما تسيحش، ما قلت لك أنا وأنت بس. يا عم ما تسيحش يا عم، القطاع كله عارف. طالما القطاع كله عارف يبقى إن شاء الله كلنا في إسماعيلية بكرة. زي الفل يا كبير. خلي ده معاك. تاني يا عم. هو أنت يا ابني إيه؟ ما بتزهقش. ها، في حاجة جديدة ولا زي كل مرة؟ ده لسه عمرك قريتها أصلا؟ وقراها ليه وأنا عارف اللي فيها؟ بص يا عمور، اللي ليك عندي إن لو حدنا مسك هفتك لك دماغهم. غير كده بقى ما تخنونيش يا ابني، عايز أشتغل زهقت والله. طب اقراها بس حتى عشان خاطر علي. مالكش دعوة بعلي، موت أنت بس وأنا هنسيه إنك ليه أب من أساسه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سعد في الجنة إن شاء الله. جهزوا مبرهين. اقفلوا. مرروا لي السلك ده من تحت. يلا بسرعة. ابو العز، الرجاله كلها جاهزه بره، قدامك قد ايه؟ حوالي نص ساعه تقريبا. حلو قوي، يبقى نصلي الفجر واول من النور يطلع نتوكل على الله ان شاء الله. يلا شوف حاجه. الو. ايوه يا ريس، في مدرعات داخلة عليك. أولاد الخوبة داخلة علينا من ناحية الجامع. يلا كلنا نطلع بره ونستمر. يلا هات العبوات اللي عندك وتعالى ورايا، وانت تعالى طلع العربية دي بره. يلا بسرعة. تاني في نقطة انزال. بالتوفيق يا فندم. اللي فوق ينزل بسرعة. خالد وزع السلاح على الرجال. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هل تعلموا أيها الإخوة أن قتلنا حرام وقتلهم حلال؟ ولتعلموا أنكم على حق وأنهم على باطل. واليوم يوم الفصل، واليوم يوم الحق. الشهادة أو النصر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فوق رجال زبون إبراهيم، لم كل حاجة في الخزنة وتجيلي على ورا. ماشي يا بسرعة. ابراهيم كل حاجة. تمام يا فندم. تسعة تمام في ضوء الحالة. المأمورية تتحرك. تراجع تراجع، حد عمل له حاجه يا رجاله؟
عربية خارجة واحتمال تكون مفخخة يا فندم. عربي جي عربي جي تعامل مع العربية فورا. تعامل تعامل. تمام يا فندم. تم اسكات النيران. خد مجموعتين وطهر الاتوبيس والمبنى. تمام. قوم مع فهد. اسحاب اسحاب عمرو ايه
اخلع يا عم اسرع خليك معايا خليك معايا عايز بكام بعدك عمرو ايه عمرو ايه اخلع بني ادم حد يرد عليا يا عم اسرع خليك معايا يا عم 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 بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أهل بيتي الأعزاء، أوصيكم بتقوى الله وألا تحزنوا على غيابي، فاليوم أكون قد أتممت رسالتي في خدمة الله وخدمة الوطن. هيحتاج يلزم السرير الفترة اللي جاية لحد ما عظمة أصبت الرجل يلم، بعديها هنبتدي مرحلة العلاج الطبيعي علشان يقدر يرجع يمشي على رجله تاني. طب وده هياخد وقت قد إيه يا دكتور؟ 9 شهور سنة حسب استجابته للعلاج. الحمد لله على السلامة يا بدر. سيب باشا يا باشا اتفضل يا باشا الحمد لله على السلامة اتفضل يا باشا الحمد لله على سلامتك اتفضل يا باشا اخبار رجلك ايه يا باشا؟ الحمد لله كله تمام طمني عليك. انا في خير يا باشا الحمد لله رب العالمين الحمد لله. يا ابني يلا يا ابني هتتجوز امتى؟ عايز احضر فرحك. راحتنا بقى يا باشا انا اجازه على طول اهو. على خير يا رب. عايز حاجه حبيبي يا باشا؟ الله يخليك يا رب يا باشا يا باشتنا ربنا يخليك يا باشتنا يا رب. يلا طيب رجلك يا رب. يلا عايز حاجه؟ والله زيارتك دي بالدنيا كلها يا باشا. والله انا النهارده شفيت يا باشا من ايدك دي والله. ولا بدر ايه يا باشا؟ في حاجة مأخرك عن الجواز غير قعدة المستشفى؟ لا أنا تمام يا باشا زي الفل. يعني العفشة تمام وجهات تمام عمود الكردان؟ لا زي الفل يا باشا هشرفك إن شاء الله. أنا عارف.
السلام عليكم. مع السلامه يا باشا، نورتنا والله. ايوه سيف، سيف دلوقتي احنا كلام بعدين. راح فين سيف؟ اتعمل ثلاث عمليات في رجليك، مش هينفع تمشي. جبت مروان. مروان ايه دلوقتي؟ يا ابني خش اوضتك كده مفتاح بلاش جنان. هتوصلني ولا اركب تاكسي؟ طمني بأي خدمة تانية يا باشا. التدريبات بتاعتك ولا انت بتعمل ايه؟ ده مش موضوعي. ما تعفاش على نفسك يا سيف، ما تنساش انك عامل ثلاث عمليات في رجلك. اهدى شويه، روح استلم شغلك في غرفه العمليات. يا فندم اروح غرفه العمليات اعمل ايه؟ تكون حالتك تحسن شويه وتخلص تاهيل وبعد كده نبقى نتكلم. يا فندم انا لو قعدت على مكتب هموت.
انت مستعجل ليه؟ الحركه فاضل لها شهرين، اصبر. ما هو سعادتك سيبني بقى الشهرين دول انزل مأموريات مع زمايلي. اسمع يا سيف، انا ما بعتبرش نفسي رئيسك في الشغل وبس، انا بعتبر نفسي اخوك الكبير وفاهمك. انت عايز تنزل عمليات عشان تجيب طرامر، كلنا عايزين نجيب طرامر وهنجيبه، لكن اسمح لك انك تنزل عمليات بحالتك دي؟ لا حالتي يا فندم، انا زي الفل والله. لو نزلت كده هترجع لي ميت وانا مش هسمح بيه ابدا. اسمع، عشان نقفل الحوار ده خالص، عندك حل من اتنين: يا تنزل تستلم شغلك في غرفه العمليات ومن بكره لو حبيت ما عنديش مشكله، او تمد اجازتك برضو ما عنديش مشكله. اي حاجه من اللي انا قلتها دلوقتي مش عايز اسمع فيها مناقشه تاني خالص. دي تمام ماموريه. طب ما عنده حق يا سيف، ما تنزل الغرفه، مش ده شغل وده شغل. والله انت عايز تقعد طول حياتك تطلع تضرب نار؟ احنا بنكبر يا سيف. صابر، انا لو ما رجعت شغلي هتجنن، انا عارف نفسي. الشر عليك، مش كده، انت لسه عندك شويه طاقه وفراغ من قعده البيت. ما تروح النادي فرقع لك كام طلقه، ولا لف التراك، ولا صاحب بتاع بتاعتك اللي تضرب فيها ايد ورجل دي فرقع لك اتنين تلاته منهم، يعني مفيش شغلك في اي حاجه. يا صابر الهبل اللي انت بتقوله ده، طلق ايه وتراك ايه؟ انا مش هرتاح غير لما اجيب الواد مروان ده. يا سيف، هو انت متخيل انك بتنزل شغلك خلاص هتبقى نازل مروان بس؟ يعني انت يا ابني ممكن تنزل تامين المطار ولا حملات مخدرات، ولا هتقول لا مش نازل، انا تخصص مروان. لا، ما انا فاهم الكلام ده كويس، عشان كده جيت لك. انا عايز اشتغل معاك. تشتغل معايا ازاي يعني؟ تعمل ايه؟ افهم بس دلوقتي، انت بتنزل تعس وتلم معلومات عن الواد ده زي ما انت، ما تغيرش اي حاجه. كل اللي انا بطلبه منك انك لو وصلك اي معلومه قولها لي، وانا هنزل هجيب امه. هتنزل لوحدك ولا هتسمح لي اجي معاك؟ وهل المعلومه اللي هوصل لها ممكن ابلغها الاداره، ولا دي حاجه تضايقك؟ جرى يا صابر، انا من ساعه لما دخلت بيتك وانت عمال تنمرني، مالك في ايه؟ صاحبك ميت بقاله 6 شهور وانت قاعد على مكتبك ما بتعملوش حاجه. انا جاي اقول لاساعدك عشان اجيب حق عمرو. عيب يا سيف، عيب. حق عمرو مش هيجي كده. جاي تتفق معايا ننزل مباراه داخليه وتقول لي هجيب حق عمرو؟ بقت خناقه في حاره كده، مش امن دوله. ما تصحى يا سيف، انا قاعد في مكتبي بقالي 6 شهور، ولا بروح ولا بنام ولا بشوف عيالي عشان اجيب ولا الكلب دول. ما تجيش بقى تحاسبني عشان انت ما انتش عارف حقك. هنا على ابو اللي اتكلم معاك يا اخي، هتموت انت بقى. الله، انا بكلمك عن صاحبك اللي مات، وانت بتكلمني عن الداخليه من ورا داخليه. بتوبة. طب ايه ده؟ مش حاجه. لو كان حد فينا اللي مات كان عمرو عمل زيك كده. انت فاهم يعني ايه صاحبك ياخد طلقه في رقبته وينزف بين ايديك وما تعرفش تعمل له حاجه؟ والله حاضر، تمام. وصدقني يعني يومين ثلاثة كده أظبط حالك. الموضوع مش سهل أنت عارف. صابر، أنا تعبان. طب استنى هخش أغير وأنزل معاك وأوصلك. خليك مستريح. السلام عليكم.
باب يا ابني. السلام عليكم يا اخي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا رجل هاتوا حاجه. الحمد لله على السلامه يا ام العز. الله يسلمك. انت اخر مره تشتغلي معانا على فكره. خلاص انت المفروض تقعدي في البيت وترتاحي. ليه بس كده يا ابو العز؟ هو يعني حد هيشك فيا بطني دي؟ ولا انت بقى مستخسر فيا الثواب؟ لا بس انا خايف عليكي بصراحه. خايف عليا ولا خايف على ابنك اللي في بطني؟ ابو العز كله تمام. بارك الله في الحامل والمحمول. البركه. يلا الله يبارك. اهلا. صباح الفل. صباح الجمال. ازيك يا زيف؟ بكلمك بقالي يومين ما بتردش عليا ليه؟ لا يا راجل فين ده؟ وانا خدت بالي تليفونك بايظ ولا ايه؟ مال له كده؟ اخبارك ايه؟ والله كله تمام. معلش عينيا جت على المكتب عندك، لو عايز حاجه من عزبه بسوس مطار بيل عوض هناك يخلص لك اللي انت عايزه. اه عشان ابو عيسى يعني؟ اه لا ده عيل كده اسمه طلب تحضيرها في قضيه حاولنا نجيبه ما عرفناش. لا خير ان شاء الله. الواد ده ليه علاقه بمروان؟ عايز ليه علاقه بمروان؟ تشرب قهوه انا هضرب قهوه. لا لا مش عايز. عملت ايه في موضوعي؟ موضوع ايه؟ غصب. بص يا سيف انا وانت صحاب اخوات من زمان وانا حاسس بيكم بقدر اللي جواك بس واحده واحده كده وبالعقل. انت عايزني انا اجيب لك قصيده الدوله واقول لك حد بيني وبينك عشان انا وانت لوحدينا ونحقق فيها؟ انا يا سيف دي كده بقت عسكر وحراميه. انا عارف انك مضغوط بسبب اللي حصل لعمر بس انا قلت انت يومين وهتفكر كده وتهدى لوحدك. ارجع لعقلك يا سيف وبص لمستقبلك. اسمع كلام العقيد كمال وانزل الغرفه وانا وحياه ابني لا هنام ولا ههدى الا لما اجيب لك ابن الجزمه ده تحت رجليك وانت عارفني وعارف كلمتي. اه طبعا طبعا. يعني موضوع صعب. مستحيل يا سيف. انا بكلمك انت يا امور. انا شايف رجلك خدت على المنطقه وبقالك كام يوم بتيجي تبص وتتقص. ايه وانت مالك يا ابن العايبه رجلي تاخد ولا ما تاخدش؟ الله انت ليك لسان وبتعرف تقول زين اهو. رايح؟ ها رايح انت واصحابك كده وروح اقعدوا على قهوه. من ما ريحتش اريحك انا. ازاي زي مامك مرتاحه كده في ليله دخلتها؟ راحت منك خالص كده؟ ايه اللي انت نيلته ده؟ تعالى يا صبر. اعمل لك قهوه؟ بتعمل لي فيها رامبو؟ ما ده راه غرب في خلق الله؟ ايه اللي وداك عند ابو عيشه؟ انت؟ انا؟
هو انت مش قلت لي عايزين ابو عيشه مش عارفين تجيبوه؟ والدخلية بقى مستناك انت عشان تنزل تجيبه. طب ايه رايك بقى انا كنت بقول اي كلام عشان تنزل من دماغي؟ اي كلام؟ هو انت بعتني المشوار ده وعارف ان انا ممكن اروح وما ارجعش عشان ما اوجعش دماغك؟ انا لو اديتك ولا جبتك ولا جيت جنبك وانا مش شايف شغلي؟ بقول لك ايه؟ انا عايز انزل اجيب اي حد هنزل اجيبه بس بطريقتي. طول ما الديزل معاك اعتبر نفسك في السيف سايد. كات! حد قالك تتكلم يا ديزل؟ انا اسف يا استاذ والله يعني اندمجت في الدور. اندمجت ايه بس؟ يلا شغلك خلص روح يا ديزل. الجوانت ده ادي لمين يا استاذ؟ بلغوا رمضان ان احنا جاهزين يا جماعة. ايه ده يا استاذ محمد رمضان يا جماعة؟ ليكوا حاجة تانية؟ سلسلة مرتبطة؟ بس يا بابا. بس يا بابا؟ ده انت معلمة وبتتكلمي وانا واقف. استاذ بستاذن سيادتك بس كنت عايز اخد صوره سيلفي مع حضرتك عشان احطها على الويل بيبر على التليفون. طب معلش بس ممكن لما اغير عشان ده لبس الشخصيه ما احبش اتصور بيه. طب حضرتك ممكن اتصور بالنص الفوقاني ده بس؟ لا معلش هخلص واتصور معاك. ممكن اتصور تحت؟ علي وعد. وعد خلاص استاذ برعايه الله. ايوه محمود يا رمضان. نتقابل في المكتب بعد كده. خلص الصوره واطلع المكتب على طول. والنبي شوف لي اغنيه الملك عملت كام مشاهده لحد دلوقتي. طيب يلا. مش عارف انتوا مستحملين الحر ده ازاي يا شباب. يا كيمو ثقه في اللي انا جايح يا شباب. يا رب فاضي يا اخوي امسك بريكك اهو بس كله بره بقى عشان المخرج بيتضايق. كل يوم كشري ده انا جاي القولون منكم يا جدع. فين قبضي؟ امسك اخوي 1000 جنيه اهو محروقه في جفتك. 1000 جنيه؟ وانا عرض حتى الخطر واخد 1000 جنيه وياخد ملايين ويتنطط على الناس بفلوسه وعربياته. ربنا يكرمك كده يا ديزل اشوفك زيه. يا عم انا مش عايز ابقى زيه يا عم انا كده رضا الحمد لله. ليه فريم؟ يلا شيل الكرسي ده. يلا يا استاذ احنا هنبقى بادئين من هنا يا استاذ. رول ساوند رول كاميرا اكشن. اوعى تصدق ان انا عملت كل ده علشان الفلوس. انا عملت كل ده علشانك. انا عملت كل ده مكانك. وانا عمري ما استغنى عنك وعارفه ان ماليش غيرك. حر ونار في جتتك. اللي فين ده انا الملك؟ بص يا ده ديزل دي صورة مع الكينج. يا ابن اللعيبة شفته وحطيت ايدك على كتفه. ده حبيبي كده. بص دي بقى عم ابراهيم وفؤاد. بص دي بقى مع عمهم كلهم الدكتور يحيى الفخراني. يا ابن المحظوظة.
الراجل ده انا عمري ما اشتغلت معاه، نفسي اشتغل معاه. امال فين صورتك مع دنيا الصياد؟ حطيت التليفون في جيبك ليه؟ مش متصور مع دنيا الصياد انا. مش متصور مع اللي شغال معاها؟ يا عم اقول لها عايز اصور معاك يا استاذه، تقلب عليا تترد من الشغلانه عشان صوره بلاها صوره. تعرف بقى ان هي اللي وعدتني ان اتصور معاها. وعدتك مره واحده كده؟ وهي اللي طلبت، قالت لي بقول لك انت شكلك مستقبلك كويس، انا اتصور معاك عشان ابقى افكرك بالصوره دي بعدين. هي اللي طلبت؟ امال ايه؟ ايوه الخبر وصل لها رغم. اوكي اقسم بالله العظيمه دي عمده، لو البليه لعبت معايا زي محمد رمضان عمري في حياتي ما انساها. انا عارف انك جدع على الجزء ده. اوعى يا ابن الوطية، ده انت بعتني لما شفت النجم. تعال يا عم بالقطر ده. يا هانا يا هانا، ما انا الديت، انا الديزل دوبلير محمد رمضان، انا دوبلير نصر. وحركات واتشقلب في الاخر مش عارف تسوق حته مكنه. يا عم روح. انا مش عارف اسوق حته مكنه يا ده، انا نازل من بطن امي بيها. الراجل بس ابن الكلب اللي مش عارف خرج منين. إيه؟ المهم الف سلام عليك. طب وكتاب الله خضبتني عليك يا ديزل. والاستاذه دنيا الصياد بقى ايه، مستكبره تيجي تسال عليا؟ بعتك انت؟ ده انا عامل الحادثه بسببها. ويا ابني انت ما فيش بيني وبينك عيش وملح ولا ايه؟ انا ما حدش بعتني يا ديزل، انا جاي لك من نفسي. كمان انا فكرت تسال عليا ولا حتى هي اللي بعتك؟ الناس دي مش بني ادمين، الناس دي بتمثل انها بني ادمين في التمثيلات والافلام بس. صدق وتؤمن بالله، الحادثه دي كان المفروض ما تصيبش دراعك، كان المفروض تقطع لسانك المتبري منك ده. على فكره بقى، وكتاب الله الاستاذه دنيا دي بالذات غير اللي في الشغلانه دي خالص. ده لولا الظابط اللي كان عندها ده وكان عايز يتكلم معاها كان زمانها هنا قبل كمان. ظابط انا معاون اسم من بابا صاحبي. معاون اسم من بابا صاحبي؟ انا غلطان اني بتكلم معاك اصلا. يا ابني قول لي في ايه؟ فاكر البنت اللي كانت بتصور معانا دي؟ البنت اللي صورت معاك اول مشهد. وهي دي تتنسي. ماجدة الجامدة. اتقتلت. كان في اي مشاكل او خلافات بينك وبين القتيله؟ ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ ماجده دي كانت زي اختي بالظبط. ليه؟ هو ايه ليه؟ سؤالي واضح، هل حضرتك بتعاملي كل الوجوه الجديده زي اخواتك؟ لو يبقى هايل، لو لا يبقى اشمعنى ماجده؟ عشان كانت بتفكرني بنفسي زمان اول ما ابتديت في الشغلانه دي. خرجتي وراها امبارح ليه؟ وده بشهاده اللي موجودين في الحفله. هو في ايه؟ وانا متهمه ولا حاجه؟ جاوبي على قد السؤال من فضلك. شفتها متضايقه قمت وراها ما لحقتهاش رجعت تاني. يا ترى بقى الناس اللي هناك ما شهدتش بكده برضو؟ ماجده الجامده ماتت يا ده، كان في سن بيننا يا عماد، وربنا كان زمانها جايه سكه دلوقتي. يلا ملهاش في الديزل نصيب. خلاص بقى عم ديزل، ما يجوز عليها الا الرحمه. عندك حق، الله يرحمها. الله يرحمها. سو ربنا حرام الجته دي تتنفخ وتفرقع ويرعى فيها الدود. ما خلاص بقى يا عم، ماتت. بقول لك انا ما بحبش اللي قاطعني وانا بتكلم، مش عشان دفعت لي حساب المستشفى تتامر عليا. يلا روح للي مشغلك عشان ما تستعوقكش. يا بقى كده ماشي يا عم ديزل، انا غلطان لك. سلام عليكم. يلا يا عم اتكل على الله. يا ند هتسيبني انا في الحاله دي؟ اسيب مين؟ ما الليله كلها رست على جزعه الدراع، انت بتشتغلني يا دي القطانيه ناقحه عليا. ماشي رجوله ده عمان اغلب البعضهم ديزل. ماجده الجامده ماتت. خلاص بقى يعني هيحطوا القطنه. ما ابوس ايدك كفايه. يخلى سبيل المتهمه بضمان محل اقامتها. حضرتك تقدري تتفضلي دلوقتي، بس لو هتسافري لازم تبلغينا قبليها. اتفضلي. قتلتها ليه يا راغب؟ كان لازم تموت. ما
ماجدة قالت اه وبعد كده قالت لا، واللي يقول اه بيعرف، لو قال لا بعد ما عرف يبقى بيلوي دراعي، ولا دراعي ما بتلويش. وسيادتك عارف بقى ان انا متهمة؟ وعمل حسابي دنيا، اطلعي خدي الدوش بتاعك وخدي حبيتين الزناكس واقرا لها الفاتحة ونام، وفاري الدراما دي للسينما اللي انت بتعمليها. ايه اللي جايبك يا ديزل؟ ما عندكش شغل النهارده يعني؟ يا عم تامر، وانا جاي عزبه ابوك النجمه جدع اللي طلباني بالاسم. الله العظيم، انت محدش يا ابني يعرفك غيرنا. خرب بيت غتتك، انت اكيد انتاج، وربنا يا ابني طلباني بالاسم، اسال حتى اللبيسه بتاعتها. ماشي يا اخويا، متصور جوه. طب اجي هات لي كوبايه جوافه باللبن على حسابها عشان خاطر النجمه. بس بقول لك ايه؟ ايه؟ الواد عماد فين؟ تليفونه مقفول ومش واقف عند العربيه بره. عماد السواق؟ الحكومه يا ابني جت خدته امبارح، تخيل؟ طلع هو اللي هتنقل ده كمان. خش ديزل. هما مش الغلابه لبعضهم برضو ولا ايه؟ عرفت تجيب زهرة بسرعة كده ازاي يا ديزل؟ اللي فاهمك انها رجولة غلطانة يا عماد، مش رجولة انك تشيل القضية مكانها. مكان مين؟ دنيا صياد. دنيا صياد ملهاش دعوة بأي حاجة بتحصل. امال بتشيلها مكان مين؟ انا لا هي منك ولا من وكيل النيابة. عملت كده ليه يا عماد؟ نصيب. انا ما كنتش عايز اقتلها، بس الشيطان شاطر. مين اللي أجبرك تعمل كده يا حمار؟ طلع موبايلك. افتح الفيس واعمل بحث على اسمه. دخلوا مدارس محترمة، لبسوا هدوم نظيفة بدل هدوم الوكالة اللي بلبسها لهم. وبعدين أنا كده كده جدتي بتتاكل كل يوم، فيها بقى لما أموت بدري شوية؟ بقى كله عشانهم. أنت مجنون؟ في حد أبوه قتل هيعيش عيشة نظيفة في البلد دي؟ أمهم هتاخدهم على أبعد حتة فيك يا بلد لحد ما تنسي. والعيال لما تسأل أمهم على أبوهم هتقول لهم إيه؟ هينسوا. مفيش حاجة ما بتتنسيش. الفلوس اللي لو اشتغلت العمر كله ما هعرف ألم ربعها هتنسيهم وهتحنن الدنيا عليهم. قول لأخوك، لو مش بتشيلها مكان دنيا صياد بتشيلها مكان مين؟ قول لي يا عماد. خد بالك على نفسك يا ديزل، ولو افتكرتني بقرا الفتحة. مساء الخير يا ست الكل. تعالى يا ديزي، قالوا لي انك هنا من بدري، امال غطسان فين؟ والله يا استاذه كان عليا الظهر، روحت الجامع لقيته لسه ما اتدنش، فقلت قايل شويه صحيت بعد العصر. وصليتوا؟ لا، اصل النوم بنقض الوضوء، فقلت اصليهم الاثنين قضا ان شاء الله. اها، وحد يعمل اللي انت عملته ده؟ معلش يا استاذه بقى، بحب حضرتك، قصدي يعني بحب اعمال حضرتك واحفظها كلها والله. طب خد دول. ايه دول يا استاذه؟ دي حاجة بسيطة عشان خاطر العلاج. شيل فلوسك يا استاذة بعد اذنك. يا استاذة انت ما صدقتي؟ الله، دي كده عزومة مراكبية. لا والله يا ابني، والله العظيم ما له لزوم. في مثل بيقول علمنا اصطاد وما تدينيش سمكة.
وانا يعني شغلانه الدوبلير دي يعني مش جايبه همها على الاخر يا استاذه. يوم وعشرة لا. فالخدمه اللي سيادتك ممكن تخدمها لي انك تشوف لي شغلانه ثابته تبقى عملت معايا فوق الصح. ادخل. مساء الخير يا استاذه. معلش الواد السواق اللي انا كنت وعد حضرتك بيه اشتغل مع ناس ثانيه ومرتاح معاهم، فاستاذن حضرتك بس معلش يومين بالعدد مفيش اكتر منهم، وهكون جايب لحضرتك سواق تاني غيره. ماشي يا تامر، شكرا. تحت امرك يا استاذه. لا اله الا الله وعز الجلاله. لو استاذ امي على طول تقول عليا انت مولود في بورنوس ومرزق. يعني سيادتك بتدوري على سواق وانا واقف قدامك؟ وانت بتعرف تسوق؟ بعرف اسوق يا استاذه. حضرتك شفت فيلم السرعه والغضب؟ ايه السرعه والغضب ده؟ السرعه والغضب استاذه بتاع فان ديزل والصخره، فيلم فاست اند فلوريست في الرياسه. فاست يا استاذه؟ لا ما شفتوش. لا وانا لسه ما شفتوش، هنشوفه سوا ان شاء الله. استاذه انا في ما ممكن اروح اسكندريه مرشدير معايا رخصه درجه اولى. هستلم الشغل امتى؟ لا والله انا عايز قصه الفيلم. الظاهر ان انا عرضتها زيادة عن اللزوم. كده احنا خلصنا الجزء السابع من فاست اند فلوريست، ندخل بقى في الجزء الثامن من فاست اند كاتافاست. لا يا عم كفايه والله العظيم انا مصدقاك، انا ده بقى هشوفه في السينما. طب بما يرضي الله بامانه ربنا، عمرك شفت ركنه دي في فيلم امريكاني؟ ركنه ايه يا ديزل؟ ده انت كنت هتموتنا. هموتك بعد الشر عليك يا استاذه، بالعكس انا السواقه دي كلها عشان اطمن حضرتك. لا الله يطمنك. والله ضحكتني وانا ماليش نفس اضحك. الاستاذه دنيا الصياد ملهاش نفس تضحك. امال مين اللي هيبقى ليه نفس يضحك يا استاذه؟ اشمعنى؟ على اللهم لا حسد خمسه وخمسه في عينيا. ربنا مديكي كل حاجه. انت بتحكم على الناس من بره يا ديزي. والله العظيم من ابسط نعم ربنا عليكي، واحده زي اختي دي ما تحبش حاجه في الدنيا زيك، يعني لو عرفت ان انا قابلتك فيس فاصون يعني اتقابلنا كده في الحقيقه والمسافه دي بيني وبينك وربنا تعمل لي مقام. ايوه ازيك يا عفاف؟ نسوان؟ نسوان وانا في البيت وامك جوه؟ هي ناقصه نجاسه يا شرد يا بنت الكلب. دي النجمه دنيا الصياد. اقلعي النجمه عشان تتاكد. اقلعي يا ديز الكابتشول. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. هدي في حد ذاتها نعمه لا تباع ولا تشترك. نعمه ايه ديزل؟ دغم عليها حب الناس من الصدمه. عمرها ما شافت بيومي في وضع الحقيقه، ما بالك بقى انها شافتها. شافتني ايه؟ بقول لك اغمى عليها. مستهونه بنفسك انت يا نجمه. بنت عفاف يا بنت. ايوه هي يا بنت. استهدي بالله يا نجمه، اتعلمت رشتي ده اللي هيخلينا انا اللي يغمى عليها دلوقتي. امال هي هتفوق ازاي؟ انا عارف هتفوق ازاي. عفاف عفاف امسك يما البصله، انا هجرب حاجه دلوقتي، لو ما فقتش اقلعي شبشب. ماشي. اختي وانا عارفها ما تفوقش غير بالطريقه دي. منورانا يا بنتي والله. ميرسي، ده نورك. الله دي صورتي. شايفه العيشه؟ معلق لك صوره اكبر من صوره ابوها وامها. ايوه يا بنت هي. بجد؟ اه. يا لهوي. انا قد ما بنت زينب بتتوب وتعطس. قسما بالله العظيم يا اما نفت مرتين واحنا جايين في الطريق. انا مش مصدقه، انا حاسه اني بحلم. ده انا والله العظيم اللي مش مصدقه كل الحب ده. سيب ايدك يا بنت، لا جالها حساسيه، ده مش زينا دي. مش حسين. طب بقول لك ايه، خديني معاك اشتغل معاك اي حاجه، ان شاء الله ممثله زيك. واخوكي هيوافق؟ ده انا اكسر دماغها. عايزه تمثلي وتجيب لنا العار، الناس تقول عليها ايه؟ طبعا عم فرصه سعيده جدا. لا مؤاخذه يا استاذه، والله ما اقصد يعني، بس ده منظر ممثله. ما حصلش حاجة، ولو انت ما عندكش مانع وانت نفسك تشتغل انا اكون مبسوطة قوي انك تبقي معايا في البيت. ده من دلوقتي ورجلي على رجلي. لا لا بكرة ان شاء الله، بكرة فرصة سعيدة. هلا يا سعيدة. بعد اذنك. ايوه طيب. بابنك الواطي اتصل بيه على المحمول يعمل لي بلوك
انا ابنك يبلقني؟ معلش يا مبطئ، اصله مشغول شويه اليومين دول. مشغول فين؟ ما هو لا ايه في ايه؟ دنيا دنيا الصياد الممثل يا بطه. انت يا بنت، انت يا بطه، انت يا بطه. ايوه ياما، في ايه؟ عارفه مين هنا يا بنت؟ هيكون مين يعني ياما؟ الممثله دنيا الصياد. دنيا الصياد مين؟ الممثله تحت اليومين دول، ام حسن خدها الشمال. وانت عجلة، هو عجلة. بنت منك يا مبارك. هي الحرب قامت ولا ايه؟ قمر يا دنيا، يلا اعملي بوس البطه. بصي كده اهو، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مبطل. في ايه دي؟ في كارثه يا استاذه، كارثه. اهل منطقتي وانا اضرب ايهم، نص شباب المنطقه مسجلين اجرام، والنص الثاني متابعينك على الانستجرام. بس ما تخافيش، خليكي هنا. ولاعب بنزين 80 يا مبارك، حفظتي؟ انا لو عليا حفظت، لكن انت بقى لو رجعت في الكلام اعيش لك خدام. احنا مش في طابونا، عايزين ايه؟ عايز اشوفهم يا حب حياتي. حياتك؟ انت حياتك خلصت من زمان، جاي تفتكر حياتك دلوقتي؟ الله اجري يا ديزل، فيها يا جدع؟ هو احنا هناكلها؟ وربنا انا النهارده بس عرفت ابوك سماك بهيج ليه. يا جماعه العتب على النظر، انا دخلت عندهم لقيت واحده حواجبها هي ودنيا نفسها واحده، افتكرتها هي. ايوه هي نفس الحواجب بس البودي مختلف. يا استاذ ديزل بعد اذنك طلعنا، يا راجل ده احنا حتى اهل منطقه الواد ده تيتا مخلوق. يلا اصبط، شوش سمعه الكتكات. الكتكات ما فيهاش تحرش. ياد يا اسامه، شغل الحكاكين اللي بتعملوا اول يوم العيد في جنينه البساط مش هينفع مع ضيوف. بص هنشوفها ونلفتها. يا مصريين، يا مصريين افهموني، يا ناس اسمعوني، انا واحد منكم حاسس بيكم، عارف ان نصنا ما اتجوزش، عارف اننا تعبانين، بس واحده واحده. شوفوا الهند بدات من اللي الهند بدات من تحت. ده انا اللي نفسي اتكلم عليكم. مش هي دنيا الصياد دي فيها شنب منها بس. ازيك؟ اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ خلاص يا بابا. ايه؟ اهلا وسهلا، ازيك؟ ازيك؟ ده الحكاك الكبير. ايوه هي دي مصر. هنمسك نفسنا هنتجوز كلنا، هنمسك نفسنا هنتجوز. بس يا استاذه انت تعرفي لعبت اللباس بول منين؟ ايه اللباس بول ده؟ دي اللي هي كره القاعده اللي فيها الكشف الانجليزي ولا ايه؟ خير اللهم اجعله خير. ان شاء الله بيت سيادتك اكبر من مدرسه الأرمان. لا ده مش بيتي. امال ايه؟ ده ملجا ده ولا ايه؟ لا مش ملجا، هبعت لك عنوان بيتي في مسج بالمواعيد. شكرا يا ديز. ده شكرا ليك انت يا ست هانم على الشغلانه الحلوه وعلى زيارتك لينا. تصبح على خير. الحمد لله على السلامه. مفيش عشاء ولا ايه؟ ولو قلت لك ان احنا عايزين دنيا No. هندفع يا راغب. انا مش هكررها، يا ريت. بس صدقني الرقم المعروض واو، كان لازم تسمعه. برضو لا. اوكي راغب. هلو دونز. هاي هاي هاي. والله كنت هزعل لو ما كنتش شفتك قبل ما امشي. يا اخي يا ريتك كنت زعلت. اخف دم في الدنيا يا دنيا، وانت دمك يلطش. ماشي يا دونز، راغب فكر في اللي انا قلت لك عليها.
لو تعرفي اللي دم يرطش ده عايز يدفع فيكي كام وترجعي. طب ما تسيبني ارجع وهو تستفيد بالفلوس. كان زمان يا حبيبتي. فرقت ايه دلوقتي عن زمان؟ زمان كان فارق معاك تعيشي، دلوقتي لا. قصدك زمان كنت عايشة، دلوقتي لا. اديني مضيت حضور، ممكن امشي؟ كان انا غلطان ان انا كنت عايز اشوفك. واديني جيت يا راغب، مش فارقة. مالك يا بنت مخطوفة كده ليه؟ شايف البيت؟ يا لهوي، شايف التلفزيون كبير ازاي؟ دي اصغر شاشة عندها يا بنت، ده عندها سيما صيفي في الجنينة، ودي بتروح سينما زينا بيجيبوا لها الافلام لحد عندها. عندك حق، هما كل الممثلين كده واكلينها ولعة. اهلا وسهلا، اتفضل العصير. زيد فضلك. تعيش. ما تعرفناش. انا بدر الديزل. كنت دوبلير ويل سميث في امريكا، ودلوقتي دوبلير محمد رمضان في مصر. امريكا مرة واحدة؟ هما ليه؟ انا اللي مغير الاكشن في مصر الخمس سنين الاخرى لو انت ملاحظه يعني. لا ده انت حكايه. الحمد لله. انت بقى تحكي لي من اولها لغايه الاستاذه ما تنزل. وامك طلعت اكلت ام حسام وباعت ذهبها وسافرت امريكا بجواز سفر مضروب باسم جرجس يوحنا ميخائيل كيريوس. يعني حتى بدي كنت دوبلير، سافرت باسم غير اسمي ودين اهله كان غير دين اهلي، وبدات في امريكا من تحت السلم، اكلت من الزباله خالت ام حسام. في مره كده واقف في الشارع لقيت واحد خارج من نايت كلاب سكران، كان ويل سميث، خدته سددته لحد عربيته وحتى استنطق وطرطش على بنطلوني. المهم قلت له ويل اقف جنب اخوك، انا الدنيا حاطه عليا هنا في امريكا واللون بيحن يا جدع. المهم قال لي يا انت شكلك شقي، هشغلك معايا دوبلير هنا. وشغلني فعلا دوبلير اول يوم بهرت المخرج، وعرفني على ايدي ميرفي برضو ممثل شبهنا بس اغمق حبتين، والدنيا حلوت وزهزهت. واشتريت بيت على النيل في امريكا، كنت جري حانا والناس كل النجوم دول كانوا في نفس المنطقه، منطقه خاصه بالنجوم بس. هوب الحكومه طبت عليا وعرفوا ان ورقي مضروب ورحلوني على مصر، حتى القرشين اللي جمعتهم ما لحقتش ارجع بيهم. انا مش زعلان اني اترحلت، زعلان ان ويل سميث طلع مش رجوله معايا. بعت له رساله وانا في الاسبورت، قلت له انا في شده واقف جنب اخوه، ده احنا لون واحد. بس انا قلت الفنان سمعه وهشرده في الوسط الفني بالكامل. بعت رساله لسبيلبرج. قلت له ايه؟ قلت له ينفع اسبيل اللي عمل ويل؟ وهو قال لك ايه؟ قال لي ويل يا ويل. انت يا واد كذاب. ايه؟ بقول لك انت يا واد كذاب. طبعا كذاب يا شيخه، وده كلام يعقل. انا قلت بس ايه نضيع وقت على ما الهاني بتنزل. ما كفايه لك توعدني. عفاف هتساعدك في البيت، وديزل هيبقى موجود مكان عماد. تحت امرك يا نجم. ما تخلص يا ديزل. كيف وصل شرف اشرف محسن؟ مش هوصيك؟ هي على طول عصبيه كده؟ ابدا، ده لما المزغود ينرفزها بس. المزغود مين؟ ممكن ترد عليا؟ ندى ما تقتلتش، ندى انتحرت. البوليس هيربط يا راجل، مسيره هيربط. يربط ايه بايه؟ واحده غرقت نفسها في الترعه والتانيه اتقتلت على سريرها في بيتها، ايه العلاقه؟ روحي روحي ارسلي ارسلي، هتبقي احسن لما ترجعي. وان ما رجعتش عادي.
هرجعك زي كل مرة. طب أنا بجد بقى مش راجعة المرة دي. اتجننت يا ابني ولا ايه؟ دي اوامر راغب بيه، عايزك جوه. وانا مش داخله. واحنا ما نقدرش نسيبك. اوعي يا حبيبي ايدك. يا هانم دي اوامر، وانت عارفه ان دي مش اول مره، بس اخر مره. حد تاني مزعلك جوه يا استاذه؟ انت ايه اللي انت عملته ده؟ وانا جاي بسوق ولا بلطجي؟ امال عايزين اعمل ايه يا استاذه؟ العيال كانوا بيمدوا ايديهم عليكي. لا والله، انا قلت لك تتدخل؟ انا اسف يا استاذه، والازاز اللي اتكسر ده باخصمين المرتب. يلا ما شاء الله عليك ستاني، لو نسيت ستارز الفستان ده صح؟ حقك علي ستاني، ما تشغليش بالك، وبعدين فاهم أصول الشغل، وبعدين جت عليكي، ده أنا بيتشخط فيا من يوم ما اتولدت. بس مش معايا يا ديزل، أنا غير. ده حاجة أشوفها لعمة، حضرتك غير اي حاجه في الدنيا. طب عامة انا جبت لك حاجه برضه عشان ما تزعلش. هديه لي انا؟ اه انا ممكن اسرق دلوقت. بالحلاوه دي والله العظيم يا ستي، انا مش عارف اقول لك ايه. عارفه والله، المايك في ايدي الشمال وقاعده كده. تليفون دم على كتاف. بيحصل يا ريس؟ يلا صلحها. اه ديروس يلا اتفضل يا ريس. يلا اتفضل. انا اسف جدا يا جماعه. يلا يا سيدي كاست جاهز بعد الشوط. 30 واحد اول مره. انا لو احمد بيحبني زي ما عمر بيحبك كده انا كنت اتجوزته من امبارح. بس انت كده هاويه تجري ورا اللي بيقلبك. انا عارفه انه بيحبني. لو احمد بيحبني زي عمر، انا عمري ما هتجوز واحد بتاع نسوان. بس انت كده طول عمرك بتجري ورا اللي يقلبك. مش يمكن هيتغير؟ اديله فرصه، جربي. اتفضلي يا استاذ. تسلم سنتك، خد منك المايك. ودي معاها من امتى؟ اول مره تيجي معاها النهارده. ماشي، اعرف ايه نظامها وبلغني قبل الكاستنج. تمام يا راغب. بقولك شفتك على فكره. مين الاخ؟ مين الاخ؟ بسأل عني وانت تعرفي مين الاخ. مبسوطة عفاف؟ وما اتبسطتش ليه؟ اكل ومرع وقلة صنع. واخبار الشغل الجديد ايه على حسك؟ نفسي ما اروحش منه. لما ابقى نجمة هطلع احسن منك واجيبك تشتغل معايا.
ماشي يا نجمة، المهم مش عايزك تنسى اللي اتفقنا عليه. مش خايف عليا؟ لا مش خايف عليك، عشان عارف انك بميت راجل. عفاف، قالت لي بتيجي معنا سفرية العين السخنة ولا لا؟ لا. الو، معنى انك اتصلتي يبقى عرفتي مين الاخ. انا برضو مش فاهمة، انت عايز مني ايه؟ انا شفت عينيك بتلمع وانت واقفة في اللوكيشن وبتسمعي حوار دنيا الصياد مع نفسك كمان، فقلت اسالك سؤال. ما نفسكيش تمثلي؟ دانيا بص، اسمك وسنك واول ما تبقي جاهزه ابداي على طول. عفاف الاسمر، 28 سنه. انا ما عنديش استعداد اعيش مع واحد بيشك فيا ليل نهار، وهستحمل كل ده ليه؟ عشان بحبه؟ يولع الحب اللي بالشكل ده، ده حب ياسف العمر. انا هقول له يطلق. برافو برافو. بس ما يتقلهاش برافو. دي يتقلها عظيمة. اسمك ايه قلتيني؟ عفيف. عفيف. عفيف الأصغر. عفيف. برافو. برافو. ساعة وهتحرك يا بدر. ساعة وهتحرك يا بدر. والله يا استاذ وفرت لي مكالمة، انا كنت بكلم سيادتك دلوقتي. تليفون مرمي جوه. طب انا كنت بستاذن حضرتك، بس هنزل القاهره صد رد وراجع على طول، ساعتين زمن بالظبط. مفيش نزول يا ديزل، انا مش عايزه ابقى لوحدي. عفاف قدامها ساعه وهتتحرك، وانا حصل لي ظرف هنا مش عارف انزل، فبستاذن سيادتك بس تخلي بالك منها. شكرا.
انا اسف يا استاذه، اسف على التدخل انا، بس انت شربت كتير قوي النهارده بصراحه. انا ما كنتش اعرف موضوع الشرب ده. انت كنت تعرفني منين عشان تعرف انا بشرب ولا لا؟ ولا مؤاخذه يا استاذه، انا مش تلميذ. انا اسمع ان اللي بيشرب ده بيشرب عشان ينسى. انا بقى عكس الناس كلها، انا بشرب عشان افتكر. واضح انك شايله في قلبك كتير قوي يا استاذه، عكس شكلك من بره خالص. زمان ايام ما كان نفسي ابقى ممثله قابلت واحد زي بالظبط، كان بيعشق التمثيل وكرة القاعده. واضح ان حضرتك كنت بتحبيه قوي. كناش بنعمل حاجه غير ان احنا بنجري ورا حلمنا، بس الشغلانه دي حبلها طويله. وظهر راغب، اطيب قلب ممكن تقابله في حياتك، يعشق الافلام، يتفرج على افلام اكتر من ناس في الشغلانه نفسها. قرر يساعدنا، ملايك نزل لنا من السماء لحد ما اكتشفناه على حقيقته. هو فعلا ملاك، بس ملاك موت. كان اسمه علي، وخلاه يلعب بدالي لما شافني. اتحبس في الاوضه مع الكلاب لحد ما موتوه. مات قدام عينيا وانا ما قدرتش اعمل له اي حاجه. لعبتي وكلابي، البي بتاعك البنات اللي بيطلبهم دول مش بيطلبهم للدعاره. ايه اللي انت بتقوله ده؟ امال ماجده ماتت ازاي؟ ماجده ماتت عشان وافقت انها تلعب، بعدين رجعت في كلامها هددتهم فقتلها. في ايه؟ في انه عفاف بتلعب اللعبه دي دلوقتي. يلا فايز والجماعه ان احنا هنطلع. يلا لو وقفتي لحظة واحدة هتخسري يا عفاف. أول ما الإقفاص دي تتفتح اجري. اجري يا عفاف. استنى هنا، استنى. ايه الواد ده عفاف هناك؟ مش مهم الواد ده، المهم نلحقها. هو لما انت كنت فاكر انها دعاره زقيت اختك علينا ليه؟ عفاف مش اختك.